السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، اخوتي اخواتاتي مرحبا بكم. كما وعدتكم اننا غادي نسبخهم وغادي ندير لكم كيسميتو الثمانات، يعني الصباغه، مش شحال كينقاموا في الصباغه. درت لكم الثمانات انهم كيفاش كيكونوا في الخشب، واللي بغا راهم كاين في مدينه فاس يدخل عندي، غادي نحط لكم الرقم ديالي هنايا في الواتساب، يصوني لي عبر الواتساب، صيفط لي ميساج مرحبا بكم الاخوان، انا بين ندير نرد على كل شيء ان شاء الله. الاخوان غادي نحط لكم النمره ديال الواتساب اللي بغا الدري اللي كاين في فاس، انا حاليا ما رانيش نقبض، حتى هو راه كتعمر عليه الخدمه راه ما كيبقاش يقبض، باش ديروها في بالكم. المهم الاخوان ندخلوا في الموضوع، والمهم هو الاساس، فهمتوا الاخوان؟ هو الثمن مش شحال كيتصبغوا هادو الاخوان. الزرق ايه باش تكونوا على الزرق، راه غالي على الذهبي، هذه باش ديروها في بالكم. علاش انا درت لكم هذاك الصالون يعني نتاع الورده اللي قلت لكم هذه يشد الصداره، قلت لكم انه يعني راه شي حاجه، ها رانا درنا له الزرق راه اغلى من هذا واغلى من الاحمر، يعني اللون الغالي كاع هو هذا، فهمتوا الاخوان؟ المهم الاخوان هذا كما كتشوفوا، اللي بغى يعرف ثمن خشب يرجع للفيديو اللي كان قبل، وغادي يجي واحد الفيديو يعني الطريقه ديال الصباغه والمراحل اللي كنا كنصبغوا بهم، غادي يجي مور هذا الفيديو ان شاء الله. المهم انا نذكر لكم هذا الاخوان كيتصبغ ما بين، هاد الصباغه غاليه على حسب الصباغه اللي غادي دير، فهمتوا الاخوان؟ المهم انا نعطيكم مثال، هذا كيتصبغ ما بين 100 درهم حتى ل 150 درهم، هذا من 100 درهم حتى ل 150 درهم، اي صباغه يعني بالخدمه بالسلعه، من 100 درهم حتى ل 150 درهم، شي حاجه واعره الاخوان. هذا اللون خيالي الاخوان، زرق ملكي، هذا زرق ملكي، فهمتوا الاخوان؟ وهذا راه البيكوش، يعني هذا السلعه ديالو ديال البيكوش الاخوان، يعني ماشي السولولوزيك. ولا بغيت تزيد له في السمق في الميطال كتزيد المول اللي كيبريباري، كتزيد له واحد 20 درهم في الكيلو ولا 30 درهم كيزيد لك في الميطال، فهمتوا الاخوان؟ المهم الاخوان الميطال هو هذاك السمق. هذا الاخوان كيبدا، هذا باش كيتصبغ لان فيه شويه تمار على الاخر، هذا كيبدا من 120 درهم حتى ل 200 درهم، من 120 درهم حتى ل 200 درهم، فيه تماره بزاف الاخوان، باش انك تفينيه ويعني تعطي له شي لافينيسو واعره. ها انتم راه شي لافينيسو واعره راه كيوطى حتى ل 200 درهم الا طلعت له شي لافينيسو واعره. المهم كيبدا من 100 درهم حتى ل 200 درهم، والسلعه كدير له يعني شي حاجه طوب في طوب، المهم شي حاجه هذا واعره الاخوان، فهمتوا؟ يعني اللي بغى يدير الصالون ديال الطروات دي، هذا منقوش باليد ماشي بالماكينه، فهمتوا الاخوان؟ هذا باليد ماشي ديال الماكينه، المهم شي حاجه هذا ذهبي واعر. عاوتاني هذا راه يا سلام، راه ما تعقروش، هذا زرق ملكي، هذا زرق ملكي، راه كاين الزرق النورمال وكاين الزرق ملكي. كما قلت لكم هذا من 100 درهم حتى ل 150، هذا كيبدا من 120 درهم حتى ل 200 درهم، فهمتوا؟ هذا كيبقى من 80 درهم حتى ل 120 درهم، هذا شويه قل منهم ولكن شي حاجه واعره الاخوان. انا كنعطيكم شي حاجه القابض، ماشي هذاك اللي يدير كوش ديال لابري ويضرب لك الصباغه البريو للسولولوزيك ولا السانتيتيك، لا هذه راه لاكريليك، يعني الصباغه الطوب ديال الصباغه راه دايره. المهم الاخوان هذا التاري القهوي حتى هو ملكي، شي حاجه ديال البيكوش، هذا راه واعر، فهمتوا الاخوان؟ هذا عاوتاني ذهبي بارد، هذا ذهبي بارد هابط، هذا عاوتاني هذا كيبقى نقص من هذا، يعني هذا كيبقى ما بين 80 درهم حتى ل 100 درهم الاخوان، هذا ما بين 80 درهم، هذا تقدر تخدمو حتى ب 50 درهم، تصبغوا من 50 درهم حتى ل 100 درهم، لان ما فيش شي تماره اللي كبيره، هذا هكذا، هذا هو الثمن ديالو، فهمتوا الاخوان؟ هذا نتاع هاي لالا الاخوان نتاع صحاب الحضره، وهذوك صحاب الزاويه كيموتوا عليه صحاب الزاويه، اللي مخارط مع شي زاويه ولا، راه جبنا لك الدوق ديالك عاوتاني باش تطلع لك القانه وترفع الريتم، هذا كيرفع لك الريتم الاخوان، لان فيه هذاك الخضر وراكو عارفين شنو كاين، فهمتوا؟ عاوتاني هذا ملكي، عاوتاني هذا داير بحال الغوز ملكي، وداخل فيه شويه ديال الاحمر، المهم فيه واحد والذهبي، داخل فيه الذهبي، شي حاجه واعره. وان شاء الله الاخوان انا الا شفت الدعم ديالكم، يعني وشفتكم انكم كديروا لي جام، ديروا تعليق وكتشجعوني انا باش نزيد قدام، نقدر شفتوا هادو لا كتشوفوا فيهم كاع هاد الفصادات، ان شاء الله نبدل لهم اللون ونبدل لهم التغيير، واي واحد بغى شي واحد من هاد الفصادات وبغاه بشي لون معين، يعني بغاه بالذوق ديالو اللي راه باغي هو نحطوه له، فهمتوا الاخوان؟ وان شاء الله الاخوان راه كاين واحد الفصاد راه ناقص اللي كيكون تاع هذاك غطاء فراش وغطاء ولا كي كيقولوا له، المهم اللي بغى يعلق يعلق، فهمتوا الاخوان؟ هذاك ان شاء الله غادي نجيب لكم، يعني يشجعوني ديروا لي جام ديروا تعليق، ان شاء الله غادي ندير له واحد السيستم ساهل وغادي ينفع كاع الناس اللي عندهم صالونات قدام وبغاو يصبغوا الصالون ديالهم باحسن الالوان اللي راها دايره، يعني كتكون يعني بامكانيات بسيطه ان شاء الله، يعني يكون عندك بيستولي كتطلع القابضه الاخوان. المهم الاخوان ما نطولش عليكم، يلا انا درك شنو كنستنى، كنستنى شي جام وشي تعليق يكون زين من القلب ديالكم الاخوان. يلا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.